مساء الخير، بتمنى يكون الجميع بصحة جيدة. بهل الفيديو القصير حنركز على إدارة المشاريع، وشو هي العوامل اللي نقترح إنه الشركات والمؤسسات اللي عم بتفتش على شركات للتدريب بإدارة المشاريع، شو هن العوامل الستة الأساسية برأينا لازم ياخذوها بعين الاعتبار. السلايد اللي حيكونوا موجودين حيكونوا موجودين بالانجليزي، بس الحكي حنضل نستمر الكلام بالعربي. خلينا نبدا سوا. مثل ما قلنا، نحن بنقترح ست عوامل اساسيه. هلا اكيد المنظمات والشركات فيها تزيد ولا تنقص حسب ما بيلاقوا مناسب، بس نحن بدنا نركز على ست عوامل. العامل الاول هو الكلفه، بعدين بنركز على عاملين لهم علاقة بالشركة نفسها، اللي هي الشركة اللي بتتقدم الدورات التدريبية. بنرجع بنركز على الاستشاري، أما المدرب شخصي شخصه كمدرب. والفاكتور الأخير أما العامل الأخير اللي هو مرتبط بالصف وطريقة تنفيذ ورشة العمل والدورة التدريبية. أول شيء نبلش بموضوع الكلفة. بالطبع اليوم بعتقد بمنطقتنا في كتير يمكن مشاكل، كانت من نواحي أمنية ولا وضع اقتصادي، ممكن عم بيحط ضغط على الشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة. ممكن هالشي عم بيؤدي الى احيان الغاء التدريب، اما اذا بدهم يعملوا دورات تدريبية لموظفينهم عم بصير التفتيش على الاقل كلفة low cost. هلا لا شك نحن قادرين نتفهم انه لما بصير في موضوع الكلفة، بس بموضوع التدريب بموضوع المادة العلمية خاصة بعلم مثل ادارة المشاريع اللي هو علم تطبيقي، إذا بيكون المؤسسات عم تتطلع فقط على موضوع قلة الكلفة، هون هي بتكون بعتقد عم ما بتكون القرار يمكن هو الأنسب بحق موظفينهم وبحق الشركات، لأنه عادة الأقل كلفة مش معناتها هو فعلا أقل كلفة. يعني كيف هالشي؟ هلا بطبع يمكن يكون أقل كلفة كسعر للشركة بتقدم تدريب، بس كلفة التدريب هي مش بس اللي بده يندفع للشركة، هو بالطبع كمان كلفة الموظفين. يعني هون بركز نحن انه الكلفة الأساسية هي كلفة الموظفين، كون لما بيكونوا عم بيروحوا يحضروا دورة تدريبية، خلينا نحكي دورة 5 أيام، لما بيكونوا هالموظفين عم بيروحوا 5 أيام كلفتهم من المعاشات العوامل التانية بياخدوها كلفة الموظف لإلكم انتو كشركة كمؤسسة حكومية ولا خاصة، يمكن هي أعلى من كلفة التدريب اللي عم تندفع على شركة التدريب. وهون ضروري انه تفكروا بالكلفة بصورة كاملة. هلا غير موضوع الكلفة المباشرة، في كلفة غير مباشرة. يعني لما هالشخص أو هالفريق العمل عم بيروح على دورات تدريبية، شو نسبة الإفادة اللي عم بيطلع منها؟ يعني بالنهاية إذا ما بيطلع بإفادة ممتازة، ممكن يكون يعني الفلوس اللي انصرفت على الدورات التدريبية إلى حد ما كأنه حرقناها ولا رميناها. يعني بالطبع في مثل مشهور بيقول إنه you get what you paid for. بالطبع إذا الحين القيمة، يعني هون تركيز هالشي بيؤدي إلى تركيز على موضوع الفرق بين الكلفة والقيمة. القيمة بالطبع الفاليو هي اكبر بكثير من موضوع الكلفه، هي فيها عده عناصر. مشان هيك ضروري انه لما بتكون الشركات عم بتفتش على شركاء ولا على شركات لتقدم لهم دورات تدريبيه واداره المشاريع، ما بس تفكروا بالكلفه الاقل، كلفه السعر الاقل، خلينا نقول فتشوا عن شو كيف ممكن نحصل على ذا بيست فاليو، يعني اعلى قيمه ممكن نكسبها. بطبع مثل ما قلنا القيمة هي بتحتوي، ركز شو معي الفاليو بنعملها ماتماتيكلي كفورميلا. الفاليو هي بتساوي النولج جيند من التريننج، يعني قديش المعرفة المكتسبة خلال الدورة التدريبية مع إمكانية تطبيقها ما بعد الدورة. يعني هون ضرورة ما بس نركز على المعرفة بالدورة،
اي دوره تدريبيه عم تقدم مواد علميه وكمعرفه، بس لما نحكي نحن بالفاليو، الفاليو عم نحكي نحن بالليرنينج. ليرن يعني لما اقول كلمه ليرنينج يعني معناتها هالموظف اللي اخذ دوره ما بس تعلم واخذ اكتسب معرفه وقادر يطبقها. مشان هيك نحن هون تركيز انه يكون التركيز على الفاليو، اوكي، على الفاليو العلمي، على القيمه العلميه، مش على السعر ولا الكلفه. بطبع يمكن هذا الشيء هالعامل بحد ذاته يمكن ادى الى يمكن تساؤلات بعض الشركات، وبيضلوا مصرين على الكلفه الاقل. بالطبع هذا الخيار اكيد لكم. شو اختصاص هالشركه؟ هل هالشركه من نوع اللي بتعطي كورسات من اللغات لاكسل وورد ل نيوكليير ساينس يمكن؟ وهالشيء انه بالطبع يعني اكيد يعني اذا اي شركه عم تقدم دورات بتاع كله مثل ما بيقولوا، هون ممكن نحن نتساءل انه عن كفاءه هالشركه هاي. هلا بالطبع ممكن يكونوا يجيبوا احيانا يمكن مدربين واساتذه واختصاصيين بالدومين هودي، بس هالاشخاص عم بيجوا هلا بنحكي عنهم اكثر بعد شوي. الشركه بحد ذاتها هل عندها الكفاءه الكافيه خاصه بعلم اداره المشاريع؟ هذه نقطه. النقطه الثانيه بدنا نركز عليها كمان بالنسبه للشركه، اللي هو هل هالشركه بعلم اداره المشاريع، نرجع نركز علم اداره المشاريع، هل هالشركه تعتبر مثلا كقائد ولا كمبدع ولا كاختصاصي غير موضوع التخصص باداره المشاريع، عندها اي شيء انه بخليها تبرز، تخليني انا احس انه انا هذه شركه فعلا بتعرف علم اداره المشاريع، هالشركه فعلا هي رائده بالمجال اداره المشاريع. بالطبع هذا سؤال نحن بنستعمل كلمه انوفيتر اما اميتيتر، يعني هون السؤال هل هي هالشركه هي مبدعه ولا مقلده؟ نستعمل الكلام نترجم ترجمه حرفيه شوي. نركز بالنسبه للشركه، في عندنا عاملين اساسيين، هو هل هالشركه تعتبر قائده ولا رائده بمجال اداره المشاريع، ولا هذا بطبع شيء كثير مهم. اذا مش هالشيء ما عنده نيتها، اوكي على الاقل هل عندهم على الاقل خبره كافيه، اللي هي العامل اللي حكينا عنه من شوي، اللي عندهم خبره كافيه باداره المشاريع. هون انتم لازم تقيموا بالطبع، وطريقه التقييم بالطبع بترجع لكم. ننتقل للشخص، الاستاذ، المدرب. نحن كلمه بنستعمل كلمه استشاري، لانه براينا الانسان بده يعطي دورات اداره مشاريع لازم يكون مختص باداره المشاريع ويكون عنده خبره، يعني هو استشاري مش انستراكتور ولا ترينر، يعني مدرس ولا مدرب، لانه مدرس ولا مدرب بالنسبه لنا هنا ما فيها شيء غلط ككلمه، بس انه هي يمكن يكون اكثر نظري منه علمي، بينما كلمه استشاري هو بالنسبه لنا نحن بتعريفنا وتعريف تقريبا العالمي، انه الكونسلتنت هو انسان مفترض يكون عنده خبره عمليه وعم بيقدم خبراته عبر هالدورات التدريبيه. فهون لما بركز على الكونسلت على الانستراكتور بدنا نركز كمان على عاملين. العامل الاول هو هل هالشركه اللي عم تقدم التريننج عم تستخدم فريلانسر؟ اوكي؟ يعني عامل حر ولا شخص مختص موظف عندهم؟ يعني الفرق وين هون بكلمة بين الموظف؟ هلا طبعا ممكن يكون موظف سيء ويمكن يكون فريلانسر يكون رائع، مش شرط، بس عم نحكي بشكل عام. الفريلانسر هو مثل ما بيقولوا بالانجليزي هايرد جان، يعني بتنقل من شركه لشركه وممكن يكون عم يتعامل مع اربع خمس شركات. بالنهايه هون السؤال، شو نسبه الامكانيات الفريلانسر، ولا حتى لو عنده الامكانيه هل هو اولويته، هل هي اولويته الشركه اللي عم يدرب لها؟ بالطبع بالنهايه اذا هو اذا موظف اكيد بالنهايه مستقبل هو مستقبل الشركه، بس اذا فريلانسر بيجي اليوم ما اشتغلت مع شركه بيشتغل مع شركه ثانيه. كمان ممكن يكون الشركه اللي عم توظف الفريلانسر عم بتطلعوا كمان على اللو كوست، واذا هون عم بتطلعوا على اللو كوست يعني معناتها بالنسبه لنا صار عندنا الشركة يمكن مش مختصة، وفوق منا عندنا هايرد جن مثل ما بيقولوا. سواء ممكن نتساءل انه قديش حيكون المشروع التدريبي ناجح. عامل كمان بالنسبة للاستشاري اللي عم بيدرب، شو خبرته؟ يعني هل هالشخص هذا
عم نحكي كبروجكت مانجمنت، عنده خبره على مشاريع، شاغل على مشاريع حقيقيه، يعني نستعمل كلمه ريل وهون حاطينها بالكابيتال لاتر، انه هل الشخص ولا يمكن الشخص كان عم يشتغل كبزنس مان ولا بزنس سيلز بيرسون ولا ماركتينج بيرسون، ولا عنده خبره على مشاريع صغيره وبسيطه، ولا عم يشتغل بشركه استشاريه خريج جامعه جديد وما عنده خبره حقيقيه على مشاريع على ريل بروجكت. يعني شو مقصود بالريل بروجكت هون؟ يعني عم نحكي مشاريع نحن قيمتها على الاقل بالاف اذا مش ملايين الدولارات، على الاقل في عده فريق عمل عم يشتغل، مش شخص ومش شخصين عم يشتغلوا. بالطبع هون ضروري كمان انه مثل ما قلنا علم اداره المشاريع هو علم تطبيقي اكثر من علم نظري، يعني احنا بحاجه لناس يكون عندها خبره من الواقع وقادر ينقل هالواقع وخبرته من الحياه من العمل الى الصف بطريقه سلسه تيقدر يوصل المعلومه. ننتقل للعامل الخامس، اما السادس والاخير اللي هو على الصف. نرجع على الدوره بحد ذاتها، واللي نحن بنحب نسميهم وركشوب، يعني ورشه عمل مش كورس. يعني في كثير بطبع بنسمي كورسات، كورسات هو دوره اكيد مش غلط، بس كلمة ورشة عمل بالنسبة لنا نحن هي أهم. ليه؟ لأنه بكورس ممكن يكون في النظري أكثر من التطبيقي، بينما بورشة العمل الكلمة بحد ذاتها بتعني إنه الدورة حتكون أكثر تطبيقية. يعني ما عم بيجينا نحن يفوت أستاذ ولا مدرب على الصف حافظ له كم جملة ولا قاري كتاب ولا أخذ معلومات من كتاب ولا من مرجع ولا من حتى لو من مرجع عالمي حاططهم على السلايد وعم بيجي يقراهم بالصف وبيشرح له كلمتين زيادة هون وهون وهون. هل إذا الصف هيك أوكي ولا صف فعلا هو تطبيقي عملي؟ مو بس تطبيقي عملي إنه في جروب اكزرسايز، يعني ما بدنا نغش بالجروب اكزرسايز، ولا في بعض الشركات بيحبوا يجيبوا الحين جيمز. الجيمز ممكن يكون جيدة وممتازة وقادرين نتعلم شغلة بجو حلو ومرح. بس كمان بالنهاية نحن بدنا نقدر نركز نحن قديش بده يكون، شو هو العامل الأساسي هون، العلم ولا الفرح والمرح والجوك؟ يعني إذا بدنا نحن رايحين نتسلى وننبسط نروح نعرف نسينا ما يمكن أحسن. بس بالطبع إذا قادرين نمزج بين اثنين ممتاز. بس نحن هون لما نحكي عن أكتيفيتيز إنه خلال ورشة العمل، يعني نحن عم نقترح مثلا، وهذا مثلا نحن كشركتنا اختصاصنا، انه بنخلي اللي عم بيشاركوا بالدوره يجيبوا مشاريع من واقعهم. لما كل ما جابوا قدروا يجيبوا مشاريع من واقعهم بيقدروا يشتغلوا عليها بالصف خلال ورشه العمل ويجربوا يطبقوا، معناتها عم بيقدروا ياخذوا الفكره نظره الفكره النظريه وعم بيطبقوها بصوره مباشره داخل الصف. اوكي، وبالطبع بعض الصف ممكن ياخذوا هالمعلومات ويمكن بعد ما تخلص ورشه العمل يلاقوا ساعتها التطبيق اسهل من دوره تكون بس نظريه. هي هالموضوع بس نحطين هالسلايد تنذكركم انه سكاد موجوده على كل السوشيال ميديا والفيسبوك واللينك ان والانستغرام وعلى بالطبع اليوتيوب شانلز. فيكم تعملوا سيرش على اسمي انا منير عجم ولا لسوكاد جروب واكيد بتلاقونا. منير عجم المدير والمؤسس لشركه سوكاد، بنتمنى لكم كل التوفيق واختيارات ممتازه.